بالتوقيع مع بريتش بتروليوم هذا اليوم. المشروع يسعى كذلك لزيادة الاستثمارات في مجال الغاز والطاقة الشمسية. السقف الزمني المتوقع ربما للإفادة من الغاز الموجود بمحافظة كركوك. معلوم أن الغاز المصاحب في البصرة ومناطق الجنوب يحتاج ربما إلى 5 سنوات أقل أو يزيد بقليل. السقف المتوقع للإفادة من الغاز في كركوك، كذلك الطاقة الشمسية لدى العراق كما تعلم مساحات شاسعة ودرجة حرارة مرتفعة. كيف يمكن رفض إمدادات الطاقة كذلك؟ شوف أستاذي الفاضل، اليوم هذه الشركة البريطانية هي شركة عملاقة في هذا المجال، وممكن أن تقرب الخطوات وتسارع الخطوات في موضوع زيادة الإنتاج. طبعا احنا اليوم نعمل بشكل، تعرف اليوم الغاز يعتبر او يضاف ضمن موضوع الطاقة النظيفة. احنا اليوم عندنا نقص في موضوع الحاجة المحلية او توفير الحاجة المحلية للغاز. ممكن تطوير هذه الحقول في كركوك ممكن يسهل او يزيد من قدرة العراق للغاز. اليوم الحاجة للغاز كبيرة بالعراق، تعرف محطاتنا الكهربائية تشتغل بالغاز، الحاجات المنزلية، إذا ممكن أن تدعم. يعني تعرف هذه المناطق الشمالية مثل ما قلت لحضرتك بالبداية تواجه مشكلة في موضوع الوقود، سواء كان الغاز، النفط الأبيض، البنزين. في فصل الشتاء عندهم أزمة بموضوع المشتقات النفطية بسبب انخفاض درجات الحرارة عندهم. يعني فهذه، يعني اليوم هذه دخول هذه الشركة في هذه المحافظة في ظل وجود الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والتنسيق بين بغداد وأربيل وأنقرة، ممكن أن يسرع في إنجاز عمل هذه الشركة. هذه شركات عظمى وشركات كبيرة لها قرار على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد السياسي في العالم. إذن هذه إضافة للعراق من وجهة نظري، وممكن أن تؤهل العراق إلى مراحل متقدمة وتقوي من منافذ التصديرية.